وللحديث عن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني والرفض الشعبي له، معنا من الضفة الغربية الباحث السياسي الفلسطيني علاء الريماوي. أهلا بك معنا سيد علاء. حياكم الله. أهلا بك سيد ريماوي. يعني نبدأ من الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الصهيوني. هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا هذا التسارع والتهافت من قبل الدول العربية إلى التطبيع؟ ما سر التوقيت؟ بعد التحية لك ولمشاهدين الكرام، بلا شك أن العلاقات العربية يبدو أنها باتت تطفو ما بعد العلاقات السرية التي كانت قائمة أصلا ما بين هذه الأنظمة، سواء كان ذلك ما يتعلق بالإمارات، المغرب، والآن السعودية، وقبل ذلك وبعده علاقات ممتدة مع العرب سواء مصر أو الأردن وغيرها من الدول. هذا موضوع يأخذنا إلى زاوية لماذا التسارع. أنا برأيي أن السيد أمر، وعندما يأمر السيد فأنت أمام عبيد يقومون بتنفيذ ما يقوله السيد. السيد الأمريكي الآن أراد أن يظهر عملية التطبيع من السرية إلى العلن، وعندما نتحدث عن السيد الأمريكي فهو يملك أدوات الضغط وأدوات شرعية الأنظمة وبقائها، وعندما نتحدث عن أنظمة زي المغرب أو غيرها هناك أنظمة ديكتاتورية قائمة على رقاب الناس، تأخذ صفة أمير المؤمنين حينا وتأخذ صفة الملك حينا آخر وتأخذ صفة الرئيس أحيانا أخرى. معنى ذلك أنه أنت عندما تتحدث عن منظومة العرب التي تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي ترى بأن هناك أس تشابه بينها، وهو ما تعلق بالفساد والجبروت الذي يقام رغما على رقاب الناس. هذا الموضوع بات معروفا، لكن الأهم أنا برأيي هو الانعكاسة التي تنعكس على المجتمعات العربية وعلى الحالة الفلسطينية. الاحتلال يريد أن يسيد على العرب إسرائيل، يريد أن يسيدها كدولة احتلال قائمة بقوة الأمريكي، ثم يستعبد العرب تحتها. هذا ما نشاهد، وعلى سبيل المثال ما جرى من اتفاقيات اقتصادية ما بين الإمارات وما بين الاحتلال الإسرائيلي. أنت ترى تقريبا 3.9 مليار دولار ستنفق عربون محبة مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا يجعلنا نقرأ الذي الجهة التي يعني تستفيد من عملية التطبيع، الجهة التي تتمدد في جسد العرب بشكل جنوني، تأخذ ما لديه من خيرات وتعيد الاعتبار لحالة إسقاط وفي وحل الانبطاح أمام مشروع يريد أن يخرب الأمة. نعم. الاحتلال اليوم يستمتع بعملية التطبيع مع العرب ويقول للعرب بشكل واضح حتى في اللحظة الأخيرة عندما يقفل نجم ترامب الذي بات منبوذا في الولايات المتحدة، يستطيع أن يملي على أذنابه في الشرق العربي ويضعهم في مصاف التصنيع التطبيع في اللحظات الأخيرة. هذا النموذج العربي المتهالك الذي بدأ بالعصر العربي من أبو رغال وصولا إلى شاور يعيد تكرار نفسه، لكن المرة بنسخة 2020. سيد ريماوي، يعني رغم ذلك، رغم هذا حملات التطبيع، جميع الدول التي طبعت فعليا أكدت على أن حقوق الفلسطينيين في سلم أولوياتها. يعني كيف ذلك؟ كيف سيتم الحفاظ على حقوق الفلسطينيين؟ ألا يساهم هذا التطبيع بالعكس في تجريد الفلسطينيين من كل حقوقها؟ يعني أقول الذين يريدون أن يظهروا سوءاتهم يسترون عوراتهم بورقة الملف الفلسطيني. دعني أقول كفلسطيني أولا، ودعني أقول من شريحة الشباب ثانيا، وأسير محرر ثالثا، وأعمل في الإعلام رابعا، وأعيش في الأرض الفلسطينية مرابطا، أقول بشكل واضح على العرب الذين يطبعون لا يتخذوا من الملف الفلسطيني سترا لعوراتهم. على الذين يطبعون، نحن نعلم ماذا قدمت لدينا الأنظمة العربية في المغرب العربي وغير المغرب العربي. أنا أشير هنا إلى الأنظمة، كانوا أكثر إجراما في التعاطي مع الملف الفلسطيني. أرضا فلسطينية مسلوبة منذ عام 1948 عندما كانت الوصيات العربية متتالية على الأرض الفلسطينية. الذي قاتل فلسطيني على أرض فلسطين وإن دعمت الشعوب العربية، الذي استشهد هو فلسطيني وإن دعمت الشعوب العربية، لكن لن تجد منظومة عربية فاسدة دعمت الحق الفلسطيني. أقولها بشكل واضح، نحن الفلسطينيين نقول اتركونا وحدنا، طبعوا كما تشاءون عفوا، كونوا كما تشاءون، بيعوا أنفسكم في مواخير الاحتلال كما تشاءون، لكن حذاري أن تستخدمونا نحن. حقنا نعرف طريقه، والوصول للتحرير نعرف طريقه، والشهداء عرفوا ذلك، والأصرف عرفوا ذلك،
والجرحى عرفوا ذلك، لكن حذاري أن تقولوا بأنكم تحمون الشعب الفلسطيني. لم يتبقى لدينا إلا قبر شهيد أو سجن أسير أو حالة فدائية متقدمة. دعوني أقول بشكل واضح، نحن الشعب الفلسطيني لن نسمح بعد اليوم لأي أحد من الأنظمة أن يقول نفعل الخيانة لأجلكم. من يخون هو يخون، لن نقبل من أحد منهم أن يقول نحن نخون لحمايتكم. طيب. نحن سيدي على الأقل من نحمي الأقصى وأمة خلفتنا. في هذا السياق سيد ريماوي، في هذا السياق، ما هي الخطوات المنتظرة من السلطة الفلسطينية والفصائل لمواجهة خطوات التطبيع؟ المواطنة العربية. إذن السيد والباحث السياسي الفلسطيني علاء الريماوي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.